السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد. كالما العادة نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية أيضا، ولكن بعد أهم العناوين. نقرأ في الهيانات: القوات الحكومية تعتقل 35 مواطنا بحملات دهم وتفتيش في ميسان. في المدى نقرأ: التنافس يزداد بين سائرون والفتح مع قرب إعلان نتائج الانتخابات. موقع كتابات: جراحات تجميلية فاشلة في العراق، تشوهات خلقية بمواد مغشوشة. البيت الأبيض يحدد وظائف الناتو العربي، وهذا في الجزيرة نت. في العربي الجديد: أنقرة ترفض العقوبات الأمريكية وتتوعد بالرد. في القدس العربي: أمريكا تأمل بحل الخلاف مع تركيا خلال الأيام المقبلة. وفي الحياة: المالكي يطمح لرئاسة الحكومة وحظوظ العباد تتراجع. أكثر من 15 عاماً من حكومات الاحتلال الأمريكي والإيراني انتهت إلى استراتيجية بناء دولة الفساد والمحاصصة والامتيازات وزرع الانقسام بين أبناء المحافظات وأبناء المناطق. المتظاهرون داخل المحافظات كتبوا بوعي أهازيجهم الشعبية ليصنعوا من راية العراق الموحد مظلة جماعية فوق رؤوسهم. هكذا كتب حامد الكيلاني عن المتظاهرين جنوب العراق في مقال بصحيفة العرب اللندنية. رفع قيام الاعتصام بالقوة من أمام حقول النفط هو عمل إرهابي يستهدف معاقبة المتظاهرين الذين يحتمون بالتناوب من ضربات الشمس الحادة في درجة حرارة 44 في الظل وتزيد. ضربات الشمس من الإصابات الخطيرة وإسعافاتها تحتاج إلى عمليات إسعاف سريعة وفورية، لذلك فإن الجيوش المتمرسة تمنع مقاتليها من مزاولة أي نشاط تدريبي أو تشغيلي من الساعة 10 صباحاً إلى ما بعد 4 عصراً بواقع أجواء ودرجات حرارة مماثلة لأجواء جنوب العراق. وطبعاً لا توجد إحصاءات عن عدد الإصابات بضربة الشمس بين المتظاهرين بسبب التعتيم عليها. المتظاهرون كتبوا بوعي أهازيجهم الشعبية ومقاومتهم لدرجات الحرارة ورفع خيام الاعتصام بالقوة ليصنعوا من راية العراق الموحد مظلة جماعية فوق رؤوسهم في دلالة ورمز معبرين عن استمرار الاحتجاجات وتواصلها. دولة بنظام سياسي احتجز نفسه في الإثراء وعدم الثقة بمصير مستقبله في العراق، لذلك فإن العراق بالنسبة لهم لا يشبه عراق المتظاهرين أو آباء المتظاهرين أو حتى أجدادهم. هناك فاصلة زمنية بمدة محدودة لهذا الاختطاف الذي حصل عن سبق قصد ورصد وتعمد بالاحتلال الأمريكي عندما جاء بأحزاب متحاملة وحاقدة على العراقيين. في مقابل الانتفاضة الشعبية المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي، نظمت الحكومة ما يشبه الهبة أو الهبة لتلبية بعض مطالب هذه الحركة. هذه التلبية تتركز على إطلاق تخصيصات مالية لمشاريع معطلة أو مؤجلة ظلت تعطيل هذه محتجزة مدة طويلة. هذه المشاريع تعود أسباب تعطيلها أو تأجيلها في الغالب إلى الفساد الإداري والمالي الذي استنزف تخصيصاتها المالية ولم يترك شيئا للأعمال اللازمة لإنجازها. أكثر هذه المشاريع وعددها بالمئات موزعة على كل المحافظات، طارت تخصيصاتها بعد حفر أساساتها مباشرة أو حتى بمجرد وضع الحجر الأساس لها، بحسب الكاتب عدنان حسين في مقال بصحيفة المدى.
ليس من الواضح الآن ما إذا كانت الهبة الحكومية ستحيي رميم العظام لكل هذه المشاريع، أم ستقتصر على البعض منها ذراً للرماد في العيون وعبوراً للمأزق الذي تواجهه الحكومة وسائر مؤسسات الدولة رهناً تحت وطأة الانتفاضة الشعبية. الشيء المهم ليس فقط إطلاق التخصيصات لبعض هذه المشاريع أو كلها الآن أو لاحقاً، بل أيضاً مراقبة مصير هذه الإطلاقات، فما من شيء يضمن أن كل دينار تطلقه الحكومة ووزارتها سينفق على مشروعه ويصل إلى هدفه. هذا الشك يركن إلى واقع أن الفاسدين الذين ابتكروا كل هذا الخراب الذي ينتفض العراقيون في سبيل وضع حد نهائي له ما زالوا في أماكنهم لم يبرحوها أبدا، ينتشرون في دواوين المحافظات ومجالس المحافظات والدوائر البلدية والصحية والتعليمية والزراعية والصناعية وسواها وفي المديريات العامة والوزارات. نعم، ثمة جيش جرار من هؤلاء لم يزل في مواقعه التي تمكنه من نهب نسبة معتبرة من الأموال المطلق سرحوها للتو، مثلما فعل ذلك من قبل فتسبب في تعطيل هذه المشاريع أو تأجيل تنفيذها. اللجاء السليم وعزل الفاسدين عن المواقع التي يحتلونها في الدولة، لكن لا يبدو أن هناك إرادة حقيقية وعزما أكيدا للإقدام على خطوة من هذا النوع، فلا أقل من ضمان إلى إنقاذ الأموال المطلقة الآن من الخطر الذي يحيق بها الفاسدون المتربصون بها. مشروع إعادة إعمار العراق ليس حلما بعيد المنال، وهو من المشاريع الممكنة التطبيق، لأننا نتحدث عن بلد غني بموارده وإمكاناته البشرية، ولهذا فإن هذا المشروع يمكن تطبيقه بسهولة حينما تتوفر الإدارة النزيهة القادرة على ترتيب أوراق البلاد الأمنية والإدارية والاقتصادية المبعثرة، هكذا يرى الكاتب جاسم الشمري في مقال بموقع عربي 21. الحقيقة الصادمة أن غالبية السياسيين حينما يصعدون إلى مناصبهم يركلون السلم وراءهم وكأنهم وصلوا إلى مكان الغنيمة، وحينها تبدأ مرحلة الثراء الشخصي والعائلي. وأظن أن هذه حقيقة لا يمكن نكرانها لأنها من الواقع السياسي العراقي. العراقيون يجب أن يحاربوا روح الفساد وجذوره ويكافحوا كافة أسبابه المباشرة وغير المباشرة وبكل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة لإيقاف نمو منظومة السرطان الإداري الآكلة لخيرات البلاد والمواطنين. وحينها يمكن وخلال 5 سنوات أن يجعل العراق شبيها بأروع دول المنطقة، وبخلاف ذلك سيبقى الحال كما هو. ولو كانت موازنات العراق أكثر من 1000 مليار شهريا، متى نعي أن الخلل في الحالة العراقية يتمثل في إدارة البلاد وليس في الإمكانيات المادية والبشرية. يضيف الكاتب العجيب أننا أمام أرقام دقيقة وثابتة وكاشفة لحجم الفساد والخراب بعموم الدولة العراقية. حينما نحاول الاستفسار من أي مسؤول عراقي أين ذهبت هذه الأموال وأين ستكون رده الرسمي والقانوني، سيكون رده الرسمي والقانوني بحسب وجهة نظره، هذه المبالغ صرفت بوصولات رسمية على دوائر الدولة المختلفة، نحن سنقبل بهذا الرد، لكن بالمقابل أليس من حقنا أن نتساءل أين آثار هذه الأموال على أرض الواقع؟ وإن كانت صرفت في دوائر الدولة كما يقول البنك والحكومات المتعاقبة، فلماذا خرج الآلاف من أبناء مدن الجنوب الآمنة وبغداد وهم غاضبون بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير أبسط الخدمات؟ من المؤكد أن أمريكا ترامب تفتعل أزمة سياسية مع تركيا، لكن السؤال الأهم لماذا؟ فقضية القس الأمريكي أندرو برانسون قضية قضائية بيد المحاكم التركية، وأمريكا تعلم أنها ليست قضية سياسية، فليس لدى الحكومة التركية مصلحة بافتعال أزمة سياسية مع أمريكا، يكفيها أصلا ما لديها من مشاكلها مع الإدارة الأمريكية حول سوريا والأحزاب الكردية والعلاقات التركية الروسية والإيرانية وغيرها الكثير. لدى أمريكا
نفسها سابقة كبرى مع تركيا في الموضوع نفسه والحجج نفسها. فالأدلة التركية القضائية كثيرة جدا على زعيم التنظيم الموازي فتح الله جولن في الانقلاب الأخير. طالبت تركيا أمريكا بتسليمه مرارا، لكن أمريكا تقول إن المسألة بيد القضاء الأمريكي. الكاتب محمد زاهد جول في مقال له يوضح تداعيات الأزمة الأخيرة بين أنقرة وواشنطن. إن المواقف العدائية الأمريكية نحو تركيا لا أمل لها بالنجاح، مثل قضية التأشيرات السابقة والتي سقطت خلال أيام. فالعقوبات ليست بسبب القس الأمريكي إطلاقاً، وإنما بهدف تغيير مسار السياسة التركية التي تنزع نحو الاستقلال عن السياسة الأمريكية. وقد جاءت سياسة العقوبات الأمريكية بعد أن تأكدت أمريكا من عجزها عن اللعب التآمري داخل الأراضي التركية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. فقد أملت أمريكا وبعض الدول الأوروبية أن تأتي الانتخابات الأخيرة برئاسة وحكومة تركية غير حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان، ولكن إرادة الشعب التركي ذهبت في غير ما تشتهي السفن الأمريكية والأوروبية، وبالأخص بالنسبة للعقوبات الأمريكية نحو إيران. فالإدارة الأمريكية تريد من تركيا أن تقف إلى جانب العقوبات الأمريكية نحو إيران، بينما كانت الحكومة التركية أول من أعلن رفضها الالتزام بهذه العقوبات المضرة بالاقتصاد التركي. وقد تبع ذلك مواقف مشابهة من عدد من الدول الأوروبية وغيرها، وهذا تحدي لإدارة ترامب الذي يخطط لإقامة إمبراطورية أمريكية ترامبية تطاع ولا تعصى. أمريكا والعالم أمام رئيس أمريكي يرى نفسه فوق القانون وفوق العدالة، هذا ما يفسر مخالفته للقانون الدولي في العديد من القضايا الدولية ومنها قضية القدس، حيث أن إسرائيل والفلسطينيين قد اتفقوا منذ توقيع أوسلو عام 1993 بأنها قضية تفاوضية تحل وفق القرارات الدولية ذات الشأن والمفاوضات بينهما وليس بقرار أمريكي. وكذلك انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران بعد توقيعه من قبل أمريكا ومصادقة الكونغرس الأمريكي عليه. كثير من الغموض يخيم على مصير مناطق كثيرة في شمال سوريا الممتد على أربع محافظات هي إدلب، حما، حلب واللاذقية، لا سيما بعد سيناريو درعا وتخلي واشنطن العلني عن دعم المعارضة في الجنوب السوري بعد أن كان طرفا ضامنا في اتفاق التهدئة هناك، إلا أن مستقبل إدلب بات يتصدر معظم التصريحات السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى تحذيرات من مختلف الأطراف بشأن الكارثة الإنسانية التي تتربص بالمدينة في حال شن أي هجوم عسكري عليها. يعيش في إدلب اليوم قرابة 4 ملايين نسمة، نصفهم ممن هجروا إليها من مدن ومحافظات سورية أخرى، الأمر الذي يجعل أي عملية عسكرية على المدينة كارثية من الناحية الإنسانية، كما أنها ستضع علاقات وتفاهمات أنقرة موسكو على المحك. تدفع محادثات أستانا الخماسية نحو المجهول بحسب الكاتب باسل الحاج جاسم في مقال بصحيفة العربي الجديد. ويكتنف الغموض مصير إدلب تحديداً، لا سيما بعد جمع مجموعات وفصائل عسكرية كثيرة مختلفة المشارب والتوجهات فيها، بالإضافة إلى وجود المنظمات المصنفة على قوائم الإرهاب. وسبب الغموض عدة أمور، أبرزها أن تلك الفصائل التي فشلت بالتعامل في إدارة مناطقها وفهم توجهات القوى الدولية والإقليمية الفاعلة على الأرض السورية وتمسكت بتفرقها، فحالها بالتأكيد لن يكون أفضل في إدلب، وستقبل هناك بالشروط التي كانت مرفوضة بالنسبة لها في مناطقها. والهدوء النسبي الذي تعيشه المدينة اليوم مرحلي، ويعزز الاعتقاد بأن إدلب باتت في مرمى النيران ما تم تنفيذه سابقا بدعم روسي من شن عمليات عسكرية انتهت بالسيطرة على حلب مروراً بالغوطة الشرقية وصولاً إلى الجنوب السوري، بعد أن عقدت تفاهمات مع الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل
انتهت بوصول قوات النظام إلى الحدود الجنوبية لسوريا للمرة الأولى منذ 6 أعوام. الواضح أن أنقرة استشعرت الخطر الذي يحيق بإدلب وبعض مناطق الشمال. اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام بنظير الروسي فلاديمير بوتين وإشارته إلى أن تقدم قوات النظام نحو الشمال بشكل مماثل لما حصل في الجنوب يعني تدمير جوهر اتفاق أستانا لم يكن سوى خطبة استباقية في ظل التركيز الإعلامي الكبير على مصير الشمال السوري وفي ضوء التقارير التي تعلن محافظة إدلب وجهة عسكرية مقبلة. استطاعت روسيا أن تنجز عملية تفكيك ناجحة للنظام السوري في شكله التقليدي وصلاحياته المفتوحة كما أدت الدور نفسه مع أطياف المعارضة بشقيها السياسي والعسكري مع فارق كبير بين دورها التفكيكي للطرفين حيث اختلف الهدف من العملية داخل بنية النظام عنها لدى المعارضة فبالنسبة إلى النظام كانت الأولوية لديها ليس حمايته أو تحصينه من الانهيار وإنما الإبقاء على شرعيته المعترف بها أمميا مع ضمانة تقدمها في المجتمع الدولي بإعادة صياغته وفق جدولة جديدة وعلى مساحة تحددها هي داخل الحدود السورية وخارجها في حين أن المسعى الروسي لاحتواء المعارضة جرى لأهداف مغايرة تماماً لما فعلته عند تفكيك بنية النظام التي حافظت على ضمان بقاء شرعيته كطرف مفاوض للمجتمع الدولي وليس للمعارضة بحسب الكاتبة سميرة المسالمة في مقال بصحيفة الحياة. وما لا يمكن إخفاؤه أن روسيا أدركت واقع المعارضة الممزقة واستطالاتها الدولية وأجنداتها المغلقة التي لا تتقاطع فيما بينها بل تتنافس وتتناحر وتصل إلى مراحل إعلان الحرب فيما بين فصائلها وتمكنت من خلال ذلك العمل عليها وفق مرحلتين أولاهما عقد تفاهمات مع الدول الراعية لكيانات المعارضة بضمان مصالحهم بعيداً من أذرعهم المحلية من معارضات سياسية ومسلحة وهذا ما تمثل بحراك دبلوماسي روسي من وإلى هذه الدول عربياً وتركياً وإيرانياً وغربياً وأخيراً أمريكياً ثانيهما استثمار خلافات المعارضات بخاصة المسلحة منها والاستفادة من مطامعها السلطوية لتحفيزها على مصالحات منفردة تضمن لها الحفاظ على ميزات فرضتها على مناطق نفوذها بقوة السلاح. تمكنت روسيا من قلب الطاولة على محادثات جنيف بتلفيق مساري أستانا وسوتشي وخلط أوراق التفاوض ليتقدم بند صياغة الدستور الجديد على أهم مكسب للثورة وهو الاعتراف بوجوب قيام مرحلة انتقالية تهيئ المناخات الآمنة مؤتمر وطني ينتخب لجنة دستورية يبدأ من خلالها تأسيس الجمهورية السورية الثالثة الأمر الذي بات مستبعداً الآن بعد إقرار تشكيل لجنة دستورية تمثل مصالح الدول الشريكة لموسكو في اغتيال الثورة السورية وما كان ذلك ليمر لولا قبول أطياف المعارضة بممارسة دور شاهد الزور في تمثيلها لثورة السوريين. قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطة والغلاف الجوي نوا إن السنوات الأربع الماضية كانت الأدفأ على الأرض منذ بدء حفظ سجلات الأرصاد الجوية في أواخر القرن 19 جاءت هذه النتيجة في إطار تقرير جديد نشرته المراكز القومية للمعلومات البيئية التابعة لإدارة نوا أسهم أكثر من 500 باحث من 65 دولة في التقرير الذي يلخص أهم اتجاهات المناخ في العام الماضي
من بين النتائج الأخرى التي توصل إليها التقرير أن عام 2017 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة في تاريخ الأرض. الباحث في شؤون المناخ في نوا ديك أرندت قال إن هذه النتيجة تم التوصل إليها على الرغم من عدم وجود الظاهرة المناخية والمعروفة باسم نينو. تشير ظاهرة النينو إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ في سنوات معينة. إلى الكاريكاتير مشاهدينا. هذا ما كان في جعبتنا في صدى أقلام اليوم، على أمل أن نلتقيكم غدا في صدى أقلام جديد بإذن الله. في أمان الله ورعايته.